Hello everyone this is chef nalo with you all the way from norway in the following series i will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home اقدم خبز على وجه البسيطه هو خبز الشعير نجيب شعير منزوع القشر لكل كوب شعير كوب ونص ماء عادي من الحنفيه نغسل الشعير جيد وبنضعه في الصحن نضع الماء لكل كوب شعير كوب ونص ماء يعني عيار ونص ماء من الحنفية نغطيه ونخليه خمس ساعات أو لليوم الثاني هيك بعد خمس ساعات نطحنه بعد خمس ساعات بنطحنه نطحنه جيد وبنتركه خمس ساعات حتى يخمر نوضع الملح هو اختياري الملح الملح اختياري والكمية اختياري نترك خمس ساعات اخرى حتى يخمر او يتخمر نطحن دقيق الشعير طبعا الشعير بدون القشر مزوع القشر نطحن دقيق الشعير جيد مثل ما انتم شايفين هو ناعم ممكن نطحنه في الخلاط اللي بنعمل فيه الفواكه والخضار ولكن هو نوعا ما خشن شوية إذا غير متوفر مطحنة البن هيك بعد بعد التخمير بعد خمس ساعات نوضع جزء منه لأنه احنا حعمل واحدة بالفرن وحده على الطاسة نوضع جزء منه ونوضع دقيق اللي احنا طحناه في المطحنة نوضع تدريجي ما في عيار معين المهم انه نقدر نمسكها بايدنا العجنة مثل ما انتم شايفين نقدر نمسكها بايدنا نتركها حتى تتشرب باقي السوائل عشر دقائق هيك بعد عشر دقائق ناخد جزء وبنكور بالإيد الموضوع كتير كتير سهل وبسيط وممكن إحنا نعمله في, في القالب إذا عنا قوالب أو في الكوب إذا عنا كوب طريقة الخبيز أنا حفرجيكو كيف أنا حفرجيكو كيف حنخبزه بالطاسة وبالفرن يعني أي طريقة أي طريقة تنفع وهذا حعمله حعمله بالطاسة ممكن بأي صحن متوفر عنا أو أي كوب هذا هيك بالطاسة طريقة كتير سهلة أي فرن بينفع أي طاسة فرن غاز فرن كهرب أي شيء مهم ياخد حرارة هذا العطاسة أنا شايفه أحلى من تبع الفرن العطاسة وهذا تبع الفرن تاني نفس الشيء حلو ولكن هذاك أنا شايفه أحلى هو كتير فيه فوائد الشعير اقرأوا عنه في أمان الله تزرون بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه